وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. مقتل 33 جنديا تركيا في قصف نفذته قوات النظام السوري على تجمع للجيش التركي، كيف سيؤثر هذا الأمر على ترتيب الأوضاع في إدلب؟ يعني حقيقة هذا الحادث المفتعل ما كان تاريخه أو توقيته بشكل عبثي، نحن نتكلم عن قبل يومين من انتهاء المهلة المحددة بالنسبة من الرئيس رجب طيب أردوغان للنظام السوري لكي تتراجع ويلتزم بما يعرف بمقررات سوتشي. أنا بتصوري يعني أيضا النظام ليس بيده القرار في أن يكون هناك مثل هذا الارتكاب لهذه الجريمة المروعة، أنا بتصوري هذا قرار روسي. روسيا وتركيا يلعبان على ما يعرف في سياسة حافة الهوية، أثبتت روسيا على أنها قد تعرض مصالحها مع تركيا للخطر في حال تشددها، وأثبتت أيضا تركيا على أن مسألة إدلب تمثل قضية أمن قومي بالنسبة لتركيا، لذلك نجد حتى هذه اللحظة لا يوجد يعني عمليا تفاهمات. يعني هذا الأمر قد لا ينعكس على العلاقة الروسية التركية بشكل كامل، ولكن نحن نتكلم على التقاطع الروسي التركي ضمن مساحة السيطرة في سوريا وضمن إدلب على وجه التحديد. لذلك أنا بتصوري النظام كان أداة روسية قام بهذا الحادثة. الأتراك فهموا الآن أن العملية تصعيدية، بتصوري سيكون هناك في نهاية المطاف مفاوضات، سيحضر الروسي ولديه يعني عنجهية أكبر، وسيحضر التركي أيضا ولديه ثمن دم للجنود الأتراك، وفي نهاية المطاف سيكون هناك اتفاق يقضي في نهاية المطاف على تسوية معينة لا النظام حاضرا فيها ولا حتى الجانب الإيراني. لذلك بتصوري سيكون هناك نوع من التفاهمات في نهاية المطاف. طيب، إلى أي مدى ترى أن مقتل الجنود الأتراك جاء ردا روسيا أكثر منه سوريا على تحرير الجيش الوطني بدعم من تركيا مدينة سراقب الاستراتيجية؟ الكلام دقيق بشكل كامل، نحن نتكلم عن تحليل سراقب مع ساعات الأولى من النهار، بعد بضع ساعات قليلة كان هناك استهداف لهذا الرتل التركي، نحن نتكلم عن إبادة للرتل، يعني الرتل قوامه كان حوالي 70 عنصر ما بين قتيل وجريح، إذا هناك رسالة واضحة على أن الروس غير مسرورين من عملية الدعم المدفعية التركية للجيش الوطني، قوات الجيش الوطني في تحرير مدينة سراقب. روسيا تفهم أن تركيا هي كانت فاعل رئيسي في عملية تحرير مدينة سراقب وهي أثرت عليها بشكل كبير جدا. روسيا لم تعترف بتحرير مدينة سراقب حتى الساعات المساء الأخيرة، وقبل ذلك كان هناك اتهام أيضا تبريري على أن القوات التركية تستخدم ما يعرف بمنظومات دفاع جوي للطيران الروسي. إذا في نهاية المطاف هي عملية تجاذب ما بين المصالح الروسية والتركية، وسراقب كانت هي نقطة الفيصل ما بينهما. أنا بتصوري سراقب أصبحت في أمر الواقع، تم قطع الطريق الدولي من جديد الام 5، على روسيا أن تتقبل هذا الأمر، وفي نهاية المطاف سيكون هناك كما ذكرت توافق روسي تركي، سيكون بالنسبة للمطالب الروسية أن يكون هناك يعني تراجع من خلال تركيا على ما تطلبه من تطبيق مبادئ سوتشي بالكامل، أما بالنسبة لتركيا فهي لن تقبل إلا بثمن دماء الجنود الأتراك، وبالتالي أن ينخرط النظام بعملية سياسية. لكن بالمقابل يعني أستاذي العزيز، يعني روسيا قالت أو بررت أن الجنود الأتراك قتلوا عفوا عن طريق الخطأ في أثناء عملية استهدفت هيئة تحرير الشام، كيف تقرأ هذا التبرير؟ يعني طبعا روسيا تكذب في الإعلام بشكل كبير جدا وتعتبر هذا مراوغة سياسية. روسيا استهدفت مخيمات في مناطق سرمن على الحدود الروسية التركية على الحدود التركية السورية، واتهمت أن عناصر الهيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة متواجدة هناك. نعلم جميعا أن الرتل العسكري يعني لا يتحرك إلا بتفاهمات ما بين روسيا وتركيا، هذا من جانب. الأقمار والطيران المسير يعني لا يكاد يعني يتصادم مع بعضه البعض في الأجواء في إدلب، وبالتالي يعني هذا ليس استهداف عملية أمنية وإنما هذا استهداف عسكري بطيران عسكري مقاتل. نحن لا نتكلم عن استهداف سيارة واستهداف لشخصية ما، نحن نتكلم عن استهداف رتل قوامه 70 شخص، فيه دبابات وفيه مصفحات، ونحن نتكلم عن طيران بدون طيار. إذا تركيا يعني تفهم أن روسيا وراء العملية، ولكن في نهاية المطاف تعلم أن هذه هي رسائل من نسبة للتفاوض. من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.